توتر جديد بين البوليساريو والحكومة المغربية يؤججه إعلان ثلاث دول أفريقية فتح قنصليات لها في مدينة الدخلة بالصحراء الغربية التي لم يحسم بعد النزاع حولها بين الجبهة والرباط. فالمملكة تعتبرها جزءا من أراضيها ولا ترضى بأكثر من منحها حكما ذاتيا تحت راية السيادة المغربية، في حين تؤكد البوليساريو أنها أراضي محتلة وتسعى إلى إقامة دولتها المستقلة عليها. وفيما نددت الجبهة بإعلان الخارجية المغربية فتح قنصليات جديدة لكل من غينيا بيساو وغينيا الاستوائية وبوركينا فاسو في مدينة الدخلة التي وصفتها بأنها أراضي محتلة، دعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف ما وصفه بالاستفزاز الجديد والخطير. وحذرت البوليساريو في بيانها من أن الحكومة والشعب الصحراوي لن يقف مكتوف الأيدي في وجه ما وصفاه بالأعمال الاستفزازية التي تقوم بها دولة الاحتلال. وحملت الجبهة المغرب المسؤولية الكاملة عن عواقب التمادي في هذه الأعمال العدائية التي قالت إنها تزيد تأجيج الوضع المتفجر على الأرض وقد تشعل فتيل الحرب في أي وقت. بيد أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أوضح أن هذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للمغرب لأنها بمثابة إشارة قانونية في إطار تبادل الوثائق ومعاهدة فيينا حول العلاقات القنصلية بين المملكة وهذه الدول، ورأى أن فتح 7 قنصليات حتى الآن بمدينة الدخلة عشية إحياء الذكرى 45 للمسيرة الخضراء يعكس هذه التطورات الإيجابية، لا سيما فيما يتعلق بدعم مغربية الصحراء ناعتا البوليساريو بإصابة من قطاع الطرق. ما بقاش كتنخدع بالخطابات الوهية، ما بقاش كتنخدع بالاستفزازات ولا بالأعمال ديال قطاع الطرق ولا ديال ما شكون يهضر على هذاك الديك المذبوح اللي كيتفكيلات الأخيرين، ما كيأثروش في هذا المسار هذا اللي كيبقى غادي القناعة ديال الدول بالشرعية الدولية بالمواقف الواضحة للأمم المتحدة. يشار إلى أن توتراً جديداً نشب الأسبوع الماضي بين المغرب ومؤيدين للبوليساريو في منطقة الجرجرات الحدودية مع موريتانيا، حيث خرج عشرات المواطنين الصحراويين من مختلف مكونات المجتمع المدني مطالبين بعثة الأمم المتحدة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء وأغلاق معبر الجرجرات الذي وصفوه بالغير قانوني.